أنا معكم أخوتي، سلام ربي صوب قلوبكم مع صوت من العالم الآخر ومخطوط المطهر. الفيديو اليوم رقم 49 بتقلها إن الأعمال، اسمعوا منيح أخوتي فهموها لأنه هيدا صغير كتير الفيديو كتير مهم اللي بدو ينقال. إن الأعمال المصنوعة بحب كبير وتحت أنظار الله إتماما لإرادته المقدسة هي وحدها التي تنال في السماء جزاؤها المباشر دون المرور بالمطهر، فما أعظم عمى أهل هذا العالم بهذا الصدد. هي ركزوا منيح، الأعمال اللي بتكون بحب وبتنفذ إرادة الله على الأرض بتكون هاي الأعمال مقدسة، هيدا جزائها بيكون مباشرة بالسماء وما بنمرق بالمطهر. عم بتقلها شوفي قديش أهل العالم عمي قدام هيدا الخبر أو هيدا العمل. العالم والناس عميان تجاه أنه يعرفوا تتصرفوا بمحبة وتتصرفوا بإرادة الله. ما منعوز المطهر، ما منعوز المطهر، بس الشيطان عم يخلينا نكون عميان عن هيدي الحقيقة. وهيدا سؤال كتير كبير سألني إياه كتير منكم، شو منعمل تنظمته من المطهر؟ هيدا اليوم وضيت لكم إياها، تعملوا إرادة الله وتتصرفوا بمحبة وتعيشوا بقداسة، تطلعوا فورا على السماء بدون المرور بالمطهر. الله.